حضرتي جيتي لعندي لتصليح الوجه وشد كامل العنق والحنك والخد لأنه كنت خاضعة لعمليات سابقة، وأنا شرحت لك طبعا والكلام موسع وصورت لي واتفقنا سوا وضمن الشروط الطبية، وعندك فعلا كامل المعلومات عن العملية وعن الجرح وهيدا موسع. خرج طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن صمته ليرد على حديث الإعلامية ريهام سعيد فيما يتعلق بعملية التجميل التي نتج عنها تشويه وجهها حسب ما نشرت. وانت بإيديك شديت وجهك، طلبت مني كيف بتحب يكون ورفع العيون لتتخلصي من الترحل، مش مثل ما انت مقتنعة ومصورة بالفلتر. وظهرت أيضا ريهام سعيد في لايف على الإنستغرام مسبقا لتؤكد أنها قالت له بعض الأمور ألا يفعلها ولكن فعلها، مما أكد الدكتور نادر صعب أن هذا كان اتفاق مسبق ولم يتم الاعتراض على شيء. دخلت وطلعت بالخطوط الفظيعة دي، قلت له ليه جيت جنب عيني وعندي واتساب؟ قال لي عشان عندي ضمير، أنت شلت ده بقى فيه كلكية جلد كان لازم أشيلها. أنا متفقة معاك، انا متفقه معاك انك ما تلمسش عينيا، عشان قالوا لي مش هينفع، قالوا لي مش هينفع اعمل عينيا. ليه عملتها؟ ليه عملتها؟ انا عندي كرمشه هنا فظيعه تحت العين، هي مشكلتي الاساسيه. نفسي يبقى عندي فلتر طبيعي. بضحك عشان مسميني المذيعه الحزينه. شد الوجه والنتيجه ما بتظهر تاني نهار، وحسب الملف الطبي والتاريخ التجميلي. انا مش عارفه انت تعرف كل المشاكل اللي حصلت لي ولا لا. كان اولها الانفكشن اللي جه في مناخيري، ف يعني ورمت وخففت 3 مرات في الشهر، يعني I removed my nose 3 مرات، فطبعا تحت عيني باظ. خسيت 12 كيلو وحملت وخلفت، فحسيت ان وشي وقع وانا خلاص كرهت الفيلرز جدا، والشكل المنفخ ده ولا حلو على الكاميرا ولا انا بقيت حاسه ان هو اليجنت خالص. انه انا لم المس الجفن العلوي ولا العظم فوق العين، وهيدا مصور لانه خلال العمليه تبين انه عندها العين غامض ومظبوط، فصورت لها وقلت لها انه لم المس الجفن العلوي وهيدا واضح انه ما في ندبة. تاني يوم بعد العملية خرجت من المستشفى، مش مثل ما بتدعي بعد شهر ونص بالعناية. طلعت من اوضة العمليات بعد شهر ونص. اهم من هيك انه بعد 4 اشهر كانت على شاشة التلفزيون عم بتقوم بحملة ترويجية لمصادر تجميلي لشد الوجه، وحتى قامت بغسل وجه على الهواء. كل مره يقول لي انت بتحطي الكريم فوق المكياج. لا وحتى ما اعلمتني بهالشيء وما عرفت شو كانت عم تستعمل كريمه. ما فيش حاجه خلاص، شايفين؟ وكنت عم بشوفها على التلفزيون مثل كل المشاهدين متالقه بعد 4 شهور من العمل. الصوره اللي عم تستغليها تتشفق الناس، عارف انه هيدي الصورة بتعود لتاني يوم بعد العملية مباشرة، يعني هيدي الصورة من قبل 10 اشهر. شو المبتغى منها لحتى تعرضيها هلأ وبهالوقت وبعد 10 اشهر؟ شو الهدف منها غير الافتراء والتشهير؟ وين التشويه بهيدا؟ يعني كل العملية تمت ضمن الاصول الطبية المتبعة. وصرح أيضا أنه لا يوجد امرأة تظهر بهذه الثقة أمام الكاميرا لتغسل وجهها إذا لم تكن تثق بنفسها جيدا. أي امرأة تتجرأ تطلع على الهواء بعد 4 اشهر من العملية لو ما كانت عارفة حالها إنه مبينة حلوة، لك ما زال غسلت وجهك على الهواء وحكيتي عن النضارة، كيف هيك؟ ليش ما حكيتي عن العنق وعن الرقبة وعن الوجنتين كيف صاروا حلوين؟ ليش ما حكيتي؟
العملية ناجحة وما ممكن تنعمل أحلى. رح ضلني كربي هاي الصورة هي من 10 أشهر ما بعد العملية مباشرة. بس انت ما عم تحكي ضمير جرح بعد ما أخذ على بعضه والورم بعده موجود. هي ما كانت هاي امرأة بعمرها وخاض على عدة عمليات بالوجه وحقن دهون حول العيون وفيلر وخيوط ودرع هوليه. أنا توجهت للقضاء لملاحقتك القانونية وكل صفحة استغلت الافتراء الكاذب اللي عم تبيعي. لكن لما بدها تقول كانت جاية لعندي أمر صار لازم فرجي وجه الحقيقي من دون فلتر.